عن الدكتور أسامة. أستاذ الإخوان طبعا حضرت معانا المشروع في بدايته، ودي القصة اللي احنا بننفذها إن شاء الله. كنت وراها عشان نصور يعني أنا قدام نخش المنطقة الصحية وميت أب الكوم الجديدة في مديرية الشباب. حضرتك أخذنا بالنسبة قسمنا المشروع إنتاج الحيواني، عندنا خطتين ماشيين مع بعض، إنتاج الألبان وإنتاج اللحوم. بالنسبة لإنتاج الألبان حاجة احنا عملنا 30 محطة اللي هم تصميم الموضوع تحت، 30 محطة دولت بيشيلوا 30,000 راس إن شاء الله. بالنسبة ليهم متوقعين الإنتاجية بتاعتهم هتمشي أو تطور العدد بتاعهم 81 آخر محطة في 85 اللي هو إن شاء الله يناير 85 بإذن الله في نهاية السنة العالم بتاعنا. برافو. بالنسبة للقطاع الصالحية حضرتك بتحمل عندنا 10,000 راس من الأبقار اللي هي بتنتجها للألبان. بالنسبة لميتا بالكوم إن شاء الله فيها 5,000، مديرية الشباب فيها 15,000، لأن احنا واخدين في الاعتبار مساحة كل منطقة من المناطق، وده التطور العددي بتاعهم. إن شاء الله الصالحية هتدينا في لبن بتاعها بالطن، عندنا سنة 81 82 هيكون عندنا 100 طن، هنتطور إلى 250 طن 350 طن إلى 500 طن لبن سنويا بإذن الله. ميتا بالكوم مساحتها أصغر شوية، هنوصل إلى 250 طن عندنا لبن. اكبر من المنطقه عندنا اللي هي مديريه الشباب هتتطور الى 300 طن من اللبن في السنه، 500 طن الى 750 طن. طبعا انتاج العجول عندنا الذكور بتتجه الى التسمين، فانتاج اللحم في محطات اللبن يعتبر انتاج نمره 2 عندنا. فاحنا ان شاء الله الصالحيه هتنتج من ال 10,000 راس دولت 350 طن سنويا، 81 82 875 بعد كده في التطور بتاعها، ونفس الشيء بالنسبه لدول سيادتك. طبعا عملنا زيارات في كل انحاء العالم علشان المحطه الجديده بتاعت الالبان ان شاء الله هنعملها، وشفنا جميع الانظمه في امريكا، في هولندا، في النمسا، في انجلترا، وابتدينا نختار صور في كل منطقه علشان يبقى الواقع عندنا بالصور. في التوأم اللي اتولدوا يا استاذ سيادتك عندنا بالنسبه للمحطه اتولد عندنا توأم جديد. وده بركه حضرتك تجيبهم هنا شيلهم وهاتهم يا ابني، وهات واحدة تانية، وهات واحدة، وهات واحدة تانية. طبعا احنا عايزين ناخد هاتهم من بره. امهم ايه نوع؟ هات التانية، هات التوأم. الام ايه يا اسامة؟ يا فندم سيادتك قلت هتسموهم ان شاء الله سيادة الرئيس هتسموهم. سيادة الرئيس هتسموهم لنا. دولت خليط. هاتهم من خليط ايرلندا. ايرلندا. خليط ايرلندا. سيبوا بقى، سيبوا يمشوا مع الشاروليه بقى. باين دول التوأم لسه اول امبارح يا سيدي، اول امبارح حاجه ظاهره غريبه. بركه المشروع ده لوحده بتاع سنتين.
المواسير دي، المواسير اللي تحت دي اللي هي شايفها ساتك اللي فيها الخراطيم دي نازله 10 متر. سحب الميه دي والا مفيش تحويش. كل ساعه 1000 متر عشان نقدر نصب. بنطلع 1000 متر من الكتير عشان نقدر نستلم. بس بنوري خطوره المش. عندنا بقى 8 محطات زي دي. 8 هنا ماشي و8 في الشمال. 16 وكميات الحفر هنا عندي 18000 مكعب حفر وتقريبا خلص من الحفر 50% الجزء اللي باقي ده لان احنا بنشتغل في ظروف الميه هنشتغل على الخرسانه العاديه اللي خبطوها دي خرسانه عاديه من خلف ارشف خلاص موقع المحطة العملاقة المنفس الذي يأخذ المياه من ترعة الإسماعيلية لتوصيلها إلى 50,000 فدان جاري استصلاحها الآن في منطقة الصالحية الجديدة والصحراء الممتدة فيها. شهر يا سنة لنا 18 متر على الأرض إن شاء الله شهر للطبقة الرملية والطبقة الممتدة. السيد الرئيس سيداتي وسادتي يقود بنفسه بلدوزر من البلدوزرات الضخمة جدا إذن باستصلاح منطقة جديدة. قال الرئيس السادات في يوم من الأيام إن مستقبل مصر هو في غزو الصحراء وتلوينها باللون الأخضر الذي نراه الآن ونحن في قلب الصحراء. يمتد هذا اللون الأخضر من حولنا على أحدث ما في العالم من تكنولوجيا. ويقول الرئيس أيضا لقد كنت دائما وأنا أتجول في صحراء مصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا أبحث عن نقطة البدء السليمة والحقيقية بالعلم وبالحسابات والأمل. اعمق من ناحية انه بندي لشعبنا الامن والامان والرخاء ودي مسؤوليتك يا اولاد. وبكل حقيقة كل اعجاب وبكل تقدير بعبر لكم عن يعني عرفان بلدكم وعرفاني انا مع البلد للروعة او للملحمة اللي بتجرى هنا على ارض الصالحية. ربنا يوفقكم اولادي. بهذه الكلمات الرائعة اختتم السيد الرئيس محمد أنور السادات زيارته لصحراء الصالحية التي أصبحت جنة الصالحية كما نرى الآن. ورئيس السادات يعطي دائما الأمل لأبناء مصر في مستقبل هذا البلد العظيم في أمنه وأمانه وفي رخائه.
السيد المهندس حسين عثمان المفوض العام على اول مجمع صناعي زراعي يقام على احدث ما في العصر من تكنولوجيا منتصف اغسطس. السيد الرئيس بيقوم اليوم بزيارة لمنطقة الصالحية، احنا واقفين فين دلوقتي؟ دلوقتي في اللي هو 15 اغسطس او منتصف اغسطس، والرئيس لسه جاي من امريكا وتعبان طبعا، مشوار طويل وبذل مجهود طويل، كونه ما وصلش بقلوش يومين واول حاجه بيزورها الصالحيه دي ليها معاني كتير قوي قوي. معاني على سبيل المثال، على سبيل المثال ان هو بيعتبر هذه الزراعه هو مستقبل مصر، ان هو بيعتبر زراعه 50,000 فدان اللي ما فيش حد في العالم مصدق الرئيس انها تزرع سواء في امريكا او هنا، ما فيش واحد بيصدقه، انه وجد ان دي حقيقه وانه لازم يطمئن ويشوف الكلام اللي بيقوله ده مظبوط ولا لا. فلذلك اول ما جه اول حاجه زارها هي المنطقه اللي ينتظر منها رخاء مصر ونجاح الزراعه في مصر. سياده الرئيس اظن هو اعلم في رحلته ان ال 50,000 فدان او المعركه من اجل الرخاء دي بتساوي 10 امثال السد العالي. الرئيس قال ان احنا عملنا السد العالي وكان معركة، وعملنا 15 مايو كانت معركة، و6 اكتوبر كانت معركة، لكن احب اقول ان معركة الغذاء او معركة زراعة 50,000 فدان في مدة سنة دي معركة تعادل 10 اضعاف السد العالي. طيب يا فندم، عايزين نعرف التقدم اللي حصل اليومي او الشهري في المنطقة اللي هي هتسلم بعد 5 شهور ان شاء الله. انا احب دلوقتي زي ما الرئيس اطمأن النهاردة وشاف بنفسه كل خطوة من خطوات العمل، انا احب اطمن كمان الشعب والمواطنين الاعزاء واهلنا واصدقائنا وعائلتنا في مصر كلها. بحب اطمنهم ان الموضوع باذن الله يعتبر انتهى، لان احنا النهاردة لما بحسب برنامج اللي انا عملته سبقنا البرنامج بحمد الله، ولذلك نقدر نقول المعجزة في طريق الوصول او الحاجة اللي في الخيال قربت تبقى حقيقة. احب اكد لكل مصري وكل زميل ان يطمئن ان مصر بخير. احب اكد ان احنا ان شاء الله مشروع 50,000 هينتهي ويخلص في ميعاده اللي هو عيد الثورة الثالث اللي هو يوم 29 يناير سنة 82. طب يا فندم، زراعة الارض بتحتاج جزء استصلاح وجزء زراعة، او وقت للاستصلاح ووقت للزراعة. الاعمال للاستصلاح تنتهي امتى؟ والله انا احب ده سؤال كويس، لاني بنسأله من كل الزملاء. الناس بتيجي تزور الصالحيه بيقول لك فات 6 اشهر او 7 اشهر، وبتزور الشباب مدينه الشباب وبتقول برضه زاد فات 6 اشهر او 7 اشهر، فين الارض اللي زرعت؟ يبصوا ما فيش حاجه، كلها صحراء وصحراء صفراء. فالمفهوم بتاع الزراعة الحديثة لسه مش موجود. المفهوم اللي احنا هنزرع بيه مصر كلها في ربع المدة القديمة وبأقل التكاليف مع السرعة الصاروخية دي نوع جديد من الزراعة، نوع جديد خالص. يعني احب اقول ان لما نمسك حاجة زي استصلاح يعني ايه؟ يعني اول حاجة بنيجي نعمل مساحة في الارض، لازم نعمل المساحة بتاعتها، ودي بتاخد وقت طويل. من غير المساحة لا يمكن عمل اي رسومات او اي تخطيطات للارض. المساحة تاني معناها مسح الارض، المساحة اللي هي لازم نعرف الارض فين عالية وفين واطية وفين الجور اللي فيها، الكونترات بتاعتها قد ايه، فبنعرف شكل الارض ايه اولا، نبقى على اساسها نقدر نخطط المواسير فين، الحتة اللي تتروي بمواسير بالجرافيتي بالجاذبية الارضية ايه، الحتة اللي عالية وعايزة ترومبة ايه، الاتجاه اللي نوفر فيه في ترومبة ايه، كل دي ابحاث بتتعمل على الارض بهذه المساحة. كمان عايز احدد اي بيت او موقع على الارض، ما اقدرش احدده اذا كان عندي مساحة مثلثات. أيوة. فاقدر اقول هنا هنحط بيفوت، هنا هنحط جهاز كذا، هنا بالتنقيط، فدي اللي هي المساحة، دي اساسية في الاول خالص. فاقدر اقول ان المساحة انتهت 100% هنا وهنا. ال50,000. أيوة. نرجع بعد المساحة تصنيف الارض. الصالحية صنفنا الارض بتاعتها 100% اللي هي 23,000 فدان. مديرية الشباب عملنا التصنيف الأولي اللي على أساسه نخطط، وأما التفصيلي فخلال شهرين هيكون تم إن شاء الله. التصنيف يعني إيه فندم؟ تصنيف الأرض إن أبي تربة،
هل التربة دي نوع تربتها ايه؟ هل فيها املاح؟ هل فيها اي مواد ضد الزراعة؟ هل فيها امراض؟ هل فيها اي حاجة؟ انا بهذا التصنيف اقول لك الارض دي جيدة جدا للزراعة 100%، ممكن زراعة محصول كذا وكذا، وممكن زراعة محصول كذا وكذا، واقدر اقول لك لا دي مش جيدة. لو قدرت بدل ما تزرعها تعملها مبنى احسن، تعملها محطة تربية، محطة تربية فراخ، تربية دواجن، تربية عجول، اي حاجة اعملها وبلاش تزرعها. اللي يقول لك الارض دي تصلح للزراعة بالرش، التانية بالتنقيط احسن. فده تصنيف اللي على اساسه اعرف اتجاهاتي ايه في المنطقة دي. بعد شهر او شهرين بعد شهرين تكون تصنيف الخمسين الف الشباب والصلحية انت ان شاء الله. الحالة اللي بعد كده اللي بعد التصنيف بيبدأ اللي هو الحرد، الحرد اللي هو الحرد العميق اللي هو بحرد لعمق 70 سنتي، اقلب الارض عشان اشمسها وهويها واسقيها مية. فهذا الحرد ده صعب جدا، ولذلك جبنا له اجهزة من امريكا اللي هي بلدوزرات الدي 8 من امريكا، احدث بلدوزرات، وراها جهاز الحد الشديد اللي وراها ده بيمشي بيقدر يفحر 70 سنتي وهو ماشي حتى لو قبله صخر كسر، يعني من اجمل ما يمكن. احنا جبنا من طلبنا 40 واحد من امريكا، لما تطلب واحد يقول لك بعد سنه وسنتين. الحقيقه لما عرفوا قيمه المشروع والاستعجال فيه وقيمه المشروع قالوا لنا هندي لكم كل البلدوزرات في 3 اشهر. فعلا في شهرين بعتوا لنا 15 وال25 شحنوا جايين في السجن. البلدوزر ده القوي النهارده لما شافه السيد الرئيس، طبعا لو كنت معانا انت في ال انا كنت موجود فعلا كنت موجود، شارك العمال في هذا البلدوزر وطلع عليه بنفسه، وحتى قلنا له كفايه انك طلعت كده، قال لا لازم اسوقه وابقى زي اولادي بالظبط، وفعلا سائق البلدوزر قدامنا كلنا واحنا شفناه. البلدوزر ده اللي الوحش سميه وحش الصحراء، قيمه الواحد 250 الف جنيه، يعني ربع مليون جنيه الواحد، اللي هي ثروه شركه كبيره او مصنع كبير. لكن طبعا بلدوزر سيدة هيقعد كذا سنة، وممكن بالاربعين بلدوزر ده نزرع 400 ألف فدان ان شاء الله من غير ما نطلب واحد تاني، وبدون هذا العدد لا يمكن زراعة 50 ألف فدان في موعد.